أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن فقد وكلا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين صدق الله العظيم.